هل تريدون معرفة من أين أحصل على دخل يومي أو شهري؟ كنت جالسة أعمل وقلت لماذا لا أشارك معكم جزء أعمالي التي أعملها بشكل يومي والاستراتيجيات التي أعمل بها وكذلك كل استراتيجية كم أربح منها لكي أشارك معكم كل شيء بالتفاصيل والأعمال التي أعملها وكذلك لكي تستفيدوا منها أنتم. لكن إذا شاركت معكم كل شيء في فيديو واحد لن تكملوا الفيديو لأنه سيكون طويل جدا وهكذا لن تستفيدوا منه لأن الفيديو سيكون فيه أكثر من ساعة. لهذا قررت أن أقسم هذا الفيديو إلى سلسلات أو أجزاء، في كل جزء سأشارك معكم استراتيجية خاصة وكم أربح منها وسوف أعلمكم إياها. المهم أول موقع سأبدأ به هي منصة أعمل بها بشكل مستمر، اسم هذه المنصة بينومو وأكيد أن العديد منكم قد عرف هذه المنصة. في هذا الجزء سوف أعلمكم أو أعرفكم على هذه المنصة بشكل عام، كيف تسحبون أموالكم، كيف تديعون الأموال، كيف تعملون في هذه المنصة وأي شيء في هذه المنصة بالتفاصيل، لكي عندما ننتقل إلى الأجزاء الأخرى والاستراتيجيات التي سوف أعلمكم إياها تكون قد عرفت المنصة كاملة بشكل عام، كيف تسحب أموالك، كيف تديع أموالك وكيف تعمل. سينقصك فقط الاستراتيجيات لكن سنعمل عليها مع بعض وسأريكم إياها وسأعلمكم إياها بتفاصيل. لكن نصيحة قبل أن نبدأ في هذا العمل، ضروري أن تعرف أن هذا المجال مجال صعب وفيه خسارة كبيرة وتستطيع أن تخسر حتى رأس مال، لهذا ضروري إذا كنت تريد أن تدخل في هذا المجال ضروري أن تعرف أن هناك مخاطرة كبيرة. الشيء الذي يعجبني كثيرا في هذه المنصة أنها متوفرة في جميع الأجهزة، الهواتف والحواسيب كذلك، بالنسبة للأندرويد والآيفون توجد في أي جهاز. والآن هيا بنا لنمر للتطبيق. عندما ندخل إلى المنصة نجدها على هذا الشكل. أروع شيء يوجد في المنصة وهي تتوفر تقريبا بجميع اللغات، يمكنك أن تجعلها باللغة العربية لتكون سهلة لديك. المهم سأريكم كيف تتسجلون. نذهب إلى ساين أب، هنا نحتاج الإيميل باسورد، تحدد هل تريد أن تشتغل بالدولار أو الأورو، بعد ذلك توافق على شروط الموقع. أنا لدي حساب سأتسجل به الآن وأدخل إليه. بعد ذلك تظهر المنصة على هذا الشكل. أول شيء إذا تسجلت من الرابط الذي يوجد في صندوق الوصف فيعطيك حساب تجريبي بقيمة $1000، كما ترون أنا لدي حساب تجريبي $1000 وكذلك حسابي الشخصي في $2174. فقط تسجل من الرابط لكي تحصل على حساب تجريبي بقيمة $1000 لكي تجرب به وتتعلم به. المهم الآن سأريكم أو سأشرح لكم المنصة كاملة. في جهة اليمين هذا المكان هو أين نفتح الصفقة كأول مرة. أول شيء نحدد كم ثمن الصفقة التي سنفتحها، بعد ذلك توقيت الصفقة، مثال صفقة لمدة دقيقة دقيقتين، بعد ذلك يظهر لنا كم الأرباح. مثال في هذه الصفقة سأربح زائد 83%، أي أني استثمرت $100 أو فتحت صفقة $100 سأربح $183. بعد ذلك سنضغط على شراء أو بيع، أي سنفتح صفقة للشراء أو سنفتح صفقة للبيع. بعد ذلك سأشرح لكم كل هذه الأشياء في الاستراتيجيات القادمة. بعد ذلك هنا أين تريد التداول، في أي عملة أو في أي زوج من العملات، هنا تختار أين تريد أن تتداول. بعد ذلك سنمر إلى جهة اليسار تحت، سأشرح لكم ما يعني ذلك الشيء. أول شيء هنا وهو كيف نريد مثلا أن نتداول، هل بهذا الشكل يعني كشكل جبال أو كشكل مثال الكاندل أي الشموع. أنا الصراحة دائما أتداول بالشموع. بعد ذلك نحدد وقت كل شمعة، مثلا 5 ثواني، دقيقة، 20 ثانية. بعد ذلك نذهب إلى المؤشرات. بالنسبة لي هذه المؤشرات جد جد مفيدة لأنها تساعدك جدا في التداول، وسوف أشرح لكم هذه الأشياء في الاستراتيجيات لأننا سنعمل بالمؤشرات، لأني كما قلت لكم هي أهم شيء وهي التي تساعدنا أكثر في التداول والحصول على صفقات ناجحة. وهنا كذلك يشرحون لك نوع المؤشرات، كيف تعمل هذه المؤشرات وكل شيء لكي تستفيدوا أكثر، حاولوا أن تقرأوا هذه الأشياء. بعد ذلك هنا جهة الرسم، وأيضا حتى هذه الجهة تساعدك على فتح صفقات ناجحة. وكما قلت لكم سابقا جميع هذه المؤشرات، جميع هذه الأشياء سنستخدمها في الاستراتيجيات القادمة، سوف تفهمونها أكثر وكيف تساعدكم. بعد ذلك هنا جهة الفيديوهات، الموقع يوفر لكم بعض الفيديوهات لكي تساعدكم أكثر على فهم المنصة فضروري أن تشاهدوها.
هنا جهة الهدايا، لكن الآن لا توجد هدايا في هذه المنصة. وهنا يعطونك مثلا أخبار أو أي شيء حول هذا التداول. وهنا إذا أردت أن تشارك في المسابقات فقط تفتح أي مسابقة مثل المسابقات، ليس مسابقات بالضبط لكن يمكنك المشاركة فيها. بعد ذلك سنمر إلى آخر شيء في هذه المنصة وهو هذه الجهة، هذه الجهة للصفقات التي سبق أن فتحتها. كما ترون هذه الصفقات التي سبق لي أن فعلتها في هذه المنصة. والآن سوف نمر لأهم شيء وهو كيف نضيع الأموال وكذلك كيف نسحب الأموال. بالنسبة لإيداع الأموال سنذهب إلى حسابنا الحقيقي، ضرورة أن تذهب إلى الحساب الحقيقي. سنضغط على ديبوزيت بالأصفر وهنا يمكننا إيداع الأموال كذلك سحب الأموال. أول شيء سنبدأ به وهو كيف نودع الأموال في حسابنا الشخصي. أول شيء ضروري اختيار دولة، مثال أنا سأختار موروكو. بعد ذلك تختار الطريقة التي تريد أن تدفع بها، يوجد العديد من الطرق، فيزا، ماستر كارد، كذلك بيرفكت ماني، سكريل، وكذلك العملات الرقمية كبيتكوين والإيثريوم، ليتكوين. والآن بعد ذلك سنختار مثلا الطريقة التي أريد أن أضع بها الأموال، سأختار ماستر كارد. بعد ذلك هنا شيء ضروري، ستجدون كود في صندوق الوصف، إذا وضعتم هذا الكود سيتضاعف الإيداع. مثال أنت تريد أن تضع في الموقع 20 دولار، سوف يصبح 40 دولار، أي مبلغ تضعه سوف يتضاعف. بعد ذلك نضغط على ديبوزيت. هنا تضع جميع معلومات الحساب البنكي أو الكارت بونكر، وبعد ذلك تدفع وتصلك الأموال إلى حسابك الشخصي. بعد ذلك نريد أن نسحب الأموال، نذهب إلى withdraw fund. هنا سنسحب الأموال الخاصة بنا، لكن شيء ضروري أن تفعل أو تقوم بعمل فيريفي للبطاقة الوطنية الخاصة بك. هذا شيء ضروري في أي منصة تداول لكي يعرفوا مع من يتعاملون. بعد ذلك تضع المبلغ المالي الذي تريده، مثال أريد أن أسحب 100 دولار، وتختار كذلك بأي طريقة سوف تسحبها، هل بالكارت أو بعملة رقمية، لكن كما قلتكم أهم شيء وهو تفعل فيريفي للبطاقة الوطنية الخاصة بك لتستطيع أن تسحب الأموال، فهذا شيء ضروري. المهم الآن سوف أنتقل معكم للمنصة لكي أقوم بعملية تداول وأريكم كيف تشتغل. نذهب أول شيء، سأختار مثال هنا 100 دولار، أفتح صفقة. بعد ذلك أحدد الوقت وهنا تفعل صفقة بيع أو شراء. أنا فقط أريكم الآن كيف تفتحون صفقة، هذا فقط. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، اكتبوا لي في التعليق ما رأيكم في هذه الفكرة، وهل تريدون أن نطبق هذه الفكرة على مواقع أخرى؟ اكتبوا لي في التعليق كل شيء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد، ولايك لهذا الفيديو. أراكم في الفيديو القادم، دمتم بخير وإلى اللقاء.